آخر أسبوع من شهر كانون الثاني جانوري يناير، شو بتقول الأفلاك فيه لمولود القوس؟ يا عزيزي، رح يكون بداية هالأسبوع كما نهاية الأسبوع الماضي فترة جيدة لك حتى تحقق بعض الأمال أو المرتجى، وربما تعيش رومانسية ولقاء عاطفي جيد جدا. بتحوم الأجواء الحنونة عليك وعلى محيطك، فبتشعر بالدفء العاطفي أو بتكون سعيد أو قلبك فرح بما يجري بهالوقت. بس بدك تحاذر من سوء تفاهم ونزاعات حادة مع المحيط المهني بين الثلاثة والأربعة، 3/24 والـ4/25. حاول تكون شفاف يا عزيزي بعروضك، الطالب الآخرين بصراحة مطلقة وبوضوح بدون استعجال. تتوصل لالتزام أو إنجاز ناجح بين الخميس 26 والجمعة 27. من بعد هالشي حاول تتجنب النقاشات الشائكة وما تعبر عن أفكارك وما تكون واضح بكل نواياك. في أوقات الوضوح ما بينفعك، تخلي شوي قصص لإلك ما تبوح فيها. على أسرارك حافظ وتجنب أي مواجهة التلاتة وواحدة وثلاثين، لأنه هيدا يوم معاكس. انتبه من التسرع بإبداء الرأي أو من مطالبة الفريق الآخر بقرار نهائي، ما تطالبه، عطيه شوية وقت، يعني ما تفتقر للصبر.